سلمان شنو هي الفترة اللي حبيت عليها باش تاخذ السكور هذا؟ باش نسكر سلمان شنو تهدي للشركة هذه؟ أول حاجة أول مسيرة معايا بعد أكيد أكثر إنسان يحط ثلاثة سبع جاي ما درناش شنو الكويستيون تاعي هذا الحاج السيكر ولسه باقي قرار نقول سلمان شنو تقول الكلام تاع اللي ان شاء الله العام الجاي باش يجهزوا امتحان البكالوريا شنو هي النصائح اللي تنجم تعطيها قول لهم حاولوا ما تقيسوش بكل باش تجي مراحل سايقه في وسط العام باش تخسروا كثر باش تخسروا كثر باش تدور عليك العام حاولوا ما تقيسوا بكل تعطي حق نتيجه لانه ركز على الكليش اول حاجه السكور نتاعك خاطر اليوم تشوف السكور يعني حاول تركز على نتيجه الكل ما تخش في المسيره تاعك بس من الناس اللي اول عام معناتها نصحهم ادخلوا هي ما تعرفش بها في المسيره السيف بيتخذ تاوي ان شاء الله بيتنا ان شاء الله